ليكيب تيب. التشكيل المثالي للتراجيريا في التونسي على مر التاريخ شكون نحطوا فيه؟ شكري يا حارس مرمى بالطبيعة. في الدفاع، في الدفاع عندك شكون ثم؟ جعايدي، خالد، خالد بدرة، طارق ثابت على اليسار، على اليسار خليل شمام في الوسط الميدان، في الوسط شيحي، سراج الدين ان شاء الله ربي يشفيه، عنده كورونا ربي يشفيه ان شاء الله، ان شاء الله لاباس. وقتها طارق ثياب تبيعة، يوسف مساكني تحطه في الوسط، يوسف اي ريجيسور نقولوا احنا في الثلاثة هجومية التشكيلة، طارق ثياب والمساكني في القدام شكون نحطه؟ القدام عصام جمعة عندك حق يعني عطى برشا للترجي، باش ننسى بيه تو باش مازال زوز برك. لا لا نورمال لعبه مش عارف تميم بتبيع اليمين يحتمل المرحوم عبد المجيد التلمساني كقلب هجوم الله يرحمه. دونك هيك انت ليكيب تيب. ليكيب تيب.